ابنة أميرة كتبت بفنها حكاية أمل فنانة تجمع بين التخصص والإرث العائلي تميزت في الحفاظ على الأداء الراقي بعيدا عن أي ابتزال نجحت في الدمج بين الفن الجميل ومتطلبات العصر الحديث <applause> ألين لحود حكاية حلم لبنت الجبل على أرض الغجر ألين لحود بدي رحب فيكي في بهيدي الحلقة المميزة والخاصة بدي لك إدي سعيد أنا شخصياً أنه بالألبوم تبع اللقاءات في لقاء خاص مع قليل لحود هالفنانة الانتقائية البعيدة جداً عن الاستهلاك والابتذال اللي جمعت بين التخصص والأرث العائلي بنفس الوقت راقية جذابة وبتحترم أذن المستمع والمشاهد فاهلا وسهلا فيك معنا شكرا تسلم خجلتني ميرسي كتير. الين سهل الانسان يربى ببيت فني ما سهل تكون والدته فنانه بحب الكل على مستوى لبنان واذا بدك الوطن العربي ما سهل يكون كمان البي منتج والعم كمان ملحن شوي بيحمل مسؤوليه مضاعفه لقدام بتحسي وكانك مجبره على مسار فني معين قد كانت قليله حوض قد حالة بهيدي المسؤولية وقد بعد الأيام الجاي بتحطك بخانة إنه هالمسار صار محدد مرسوم وما في اطلع عنه ما في شك اللي يعني عم تذكره كله مزبوط يعني عقد ما جميل جدا يربى واحد بكنف بي هالعائلة يلي هي بتسقفه وبتعلمه وبتأسسه وبتكون أول مدرسة له عقد ما المسؤولية بتكون كبيرة لأنه بدك تطير بجوانحك وبدك تثبت حالك أنت كفرد ما تضلك دايما بالمقارنة مع أفراد العيلة بس أنا دايما كنت أقول لهاللحظة أنه وضعي أنا سيف ذو حدين صحيح أنا تعلمت كثير من هالعائلة وبشكر ربي على هالعائلة اللي أحاطتني واللي أسستني بس بمطارح كثير تحاربت لأجل هالاسم اللي أنا حملته لأجل هالإرث الفن اللي أنا عندي ولأنه أنا بمطرح معين كان بدي أثبت حالي على الصعيد الشخصي وكان في كثير يتطلعوا على ابعد من مجرد فكره انه الين انسانه درست وعندها موهبه اه لا الين يمكن في قصص ما بتتقطع عليها لانه وراها في ناس دلوها على الطريق لها على المطارح المظلمه آه فانا هذا صراع يومي عم أعيشه بس كثير متصالحه مع الفكره لانه الحمد لله بعدنا بامن انه الانسان بيثبت حاله بموهبته بقدراته بالموهبة اللي الله عطاياها وما بيصح الا صحيح بالاخر لا رح فيك تاخذ حصتك وحصه غيرك ولا قد ما يجربوا يزيحوك رح يقدروا يلغوك لانه انت موجود موجود بس ما في شك قالين انه انت فنانه على راس السطح عم تقولي لهم انا موجوده ومقصبتي حالي ومني بعازه او حاجه اني دق باب حدا تاوصل اسمي لوحده هو براند بعالم الفن وانا قادره كمل تعتمدي بمسيرتك الفنيه على الاشياء النوعيه يعني فينا نقول شوي مقله بالانتاجات الفنيه ولكن اخدتيها على اكثر على شكل نوعي مش على كم الاعمال المقدمه بمسيرتك الفنيه ان كان مسرح تلفزيون او حتى غناء يلي بيشوف شوي من خارج الدائره بشوف هالفنانه عندها كل شيء كل المقومات كاريزماتيك صوت تمثيل مقومات تمثيليه بنت مسرح وكانه قال حيلي في فيتو على اسم الين في حدا مقرر انه انا بدي اكتب نهايه حلم لبنت الجبل على ارض الغجر حلو كثير شو رايك حلو <applause> كثير <applause> في حدا هيك مصر انه انا بدي انهي هيدي الفنانه ما بدي شيلها عن الساحه ليك واحد ينهي حدا كلمه كثير كبيره وانا ما فيني احط بدمتي بس ما رح خبي عليك وقول لك انه الغيره مش موجوده، آه، سوء النيه مش موجود، المحاربه مش موجوده اكيد، وهيدا مش بس بمجالنا هاي بالحياه، يعني صحيح. اوقات افراد فرد عائله بيقوموا ضد بعضهم. يولي. فاكيد وقت بيصير في منافسه او وقتها في اشخاص يمكن مش متصالحين مع حالهم بحسوا انه وجود شخص معين ممكن يمحيلهم آه ما بعرف انا قدراتهم او ياثر على طلتهم، بيقدروا يعتمدوا هيدا الاسلوب؟ اكيد في هيك اشخاص، بس انا بالاسامي وبالاثباتات ما فيني اجي حدا بس بقول لك ايه تحاربت ويا ما في مشاريع تكون لإلي و... وتسعين 99 رايحه لإلي نهائيا يعني قبل بشوي من ما ينمضى العقد اذا بدك وفجاه تنسحب اللقمه من التم كيف ليش ما بنعرف بعدين بنرجع بنعرف او او بنضل عم نخمن شو شو الاحتمالات انا بامن انه ما حدا بيمحي حدا وما حدا بيلغي حدا بس في ناس بتاذي اكيد انا قليل بفهم انه تكوني منافسه شرسه اذا هالقد موجوده بالساحه الفنيه بس يلي ما بفهمه اذا انت وبقلب البيت بحسوكي منافسه في صديق في صديق زميل كمان فنان بيقول لي بيوم الايام يا قلين ما انت بتعرفي انه القوي بخوف حتى هو وقاعد ببيته حتى هو حكي. بعيد ايه تحكت قلت له ميرسي رح اخذها كومبليمون بس انه هي مزاجة لانه مثل ما حضرتك عم تقول هلا انه انا ماني قاعده عم على كل التلفزيونات وبكل المسلسلات صحيح. وبكل الحفلات بس هيدا بعتقد هيدي مشكله بترجع للشخص اللي هو عنده غاية بالاذيه انا ما بقدر افهم هذا المنطق لانه منه لا بطبيعتي ولا بمربيه بس دائما بقول اتكالي على ربنا وايماني بانه كل شيء بيصير بوقته بس انت عندي قناعه انه انا بدي اقدم حالي كفنانه بهيدا الوسط يلي صار مليء بالابتزال والاسفاف والرياء كفنانه محترمه اوقات الانسان بيدفع ضريبه انه فنان راقي وبعيد عن الابتزال دفعتيها هالضريبه او بعدك عم تدفعيها لليوم دفعتها وعم بدفعها ورح ضل ادفعها وعراس السطح وانا ورافع راسي يعني قدام انك تنام مرتاح بالليل وقدام انه الاصابع تكون عم تندل عليك وانت مقلمز لا معلش بنام مرتاحه وبكون لو بروفايل وبعمل اشياء بسكيل صغير بس محترم وبينحكى فيه بكل احترام وبكون انا عم برد ضميري وربي ومبادئي على انه كون على كل الشاشات بس سوري يعني الناس عم تشتمني او عم بتهيني او ركبت لي اتيكيت صرت مسيطة فيها، وعم نشوف ملايين من الاشخاص بلد. يلي عندها ملايين من الفولورز معلش ومبسوطه بحالها وعم بتمثل ملايين من البراندات بس قريش شو بتحكي الناس وقت بتشوف انه رايحه الناس صب ردت فعل معينه يكون يعني اكيد انه دائما بيقولها روميو لحود الجمهور ما فيك تضحك عليه يعني اليوم لو احلى وحده لو اغنى وحده لو اكثر وحده على الشاشات او واحد لان تنطبق على الشاب والصبيه صحيح. ما فيك تضحك على العالم الناس بتعرف واليوم مع السوشيال ميديا ما فيك تضحك على العالم اكثر لانه صحيح. كله مفضوح اقل كلمه بتنقال اقل صوره بتنزل اقل فعل ما زال عم ينبشوا لك الاشياء بعد كذا سنه تيرجعوا يعملوا بروباغندا ويرجعوا مثلا يعملوا مشكله لحدا او فضيحه فلا انا انتقائيه ومبسوطه لو انه طموحي ابعد واكبر ويمكن موهبتي بمطارح تبقى يمكن مش ساعة المطرح اللي انا فيه بس بقول معلي طالما عم بعمل الاشياء بضمير وعم توصل للناس بايجابيه انا مبسوطه هيك مش مكتفيه بس مش مرتاحة. على ايه مرتاحه طيب قالين احنا مأكدين انا وياكي وحتى الجمهور انه الرصيد الحقيقي للفنان هل هالقاعده الشعبيه او الجماهيريه اللي بتبقى ساندته ان كان موجود كل يوم على الساحه او ان غاب ورجع بعدين صح ما في ادنى شك انه الجمهور تبعك بالمسلسلات خصوصا بمسلسل بالقلب م. طبعتي وعلمتي عند كثير من المشاهدين ان كان الدور شرير او كان دور حلو بيعلم عند الناس طبعا ما في شك انه الناس بعدها لليوم بتردد اغنيتك مع مروان خوري وما في شك قديه حضروا مسرحيه بنت الجبل وتعلقوا فيها وصار في مقارنه كمان حتى مع الراحل القديره سلوى القطري، هل قد الجمهور وفي بعده لقليل لحود؟ جدا وبلك بصراحه كرم وين بتلمس الوفا بالناس اللي بتتلاقى فيهم بالشارع أنا المقياس عندي مش السوشيال ميديا هدول حقيقيين صح أنا الصوت اللي بوجهي، العيون، البادي لانجوج، الناس اللي بتركض لتتصور، هيدي الحقيقة، هيدي الإثبات على صدق الجمهور ووفائه ومتابعته ومحبته، مش السوشيال ميديا، أنا وياك اليوم في يكون عندنا مليون أكونت ونتابع أشخاص ويفكرونا مليون شخص ونحن شخصين مش العالم الافتراضي اللي هو المقياس، مع احترامي لتسهيلات السوشيال ميديا لكثير من الأمور يلي يعني أنا بعتمدها وغيري بيعتمدها بس انا لهاللحظه بشكر ربي وين ما بروح هالناس اللي بتتهافت تتسلم تتهني تقول اشتقنا لك تتذكرني بشي بحفله حضرتنا فيها او مسلسل او دور مرك عندها او غنيه او يسالوني شو جديدك هيدا بالنسبة لإلي إثبات على أنه حتى وقت الكمية بتبقى صغيرة بس النوعية مهمة بضل يترك هذا الشيء أثر عند الجمهور وأنا هيدا الأساس بالنسبة لإلي أنا ما بدي أرين حالي بأمي ما يعني بدي كتير لأوصلها بس أمي بعدت كتير عن الساحة فترة وكنا وين ما نروح يركضوا عليها العالم لدرجه هي تقول لي اوليك بنعرفهم الا لك يا امي شو نسيتي انت مين يركضوا يقولوا لها اشتقنا لك وين اغانيك وين مسرحياتك يلا رجعي لانه الانسان الصادق بيوصل عند العالم بيحسوه انا وانت بنعرف والناس مثلنا يعني بيقدروا يحسوا اذا هالانسان طبيعي ولا لا صادق بيعلّم ولا لا كمان طبعا بيترك اثر ايجابي بيكون نوعا ما مؤثر حقيقي طبعا بالناس لانه عم نحكي على الناس الحقيقيه مش صح. المزيفه او المخبيه ورا شاشه تليفون او حساب وهمي على السوشيال ميديا او يلي كمان جوع الشهره خليها تصير على كوكب ثاني لانه في ناس انا بعرفهم شو كانوا وشو صاروا وهذا شيء مؤسف مؤسف كثير ناس بعرفهم على الصعيد الشخصي الشهره والاضواء حولتهم وبرضه بدهم يدعوا انه لا نحن هيك على طبيعتنا ابدا <تصفيق> <تصفيق> الين مرات بتنعرض عليكي ادوار تمثيليه <applause> يمكن لانها من منا مناسبه لاسم الين لحود بترفضيها وهذا شيء طبيعي صح. حق خاص لعليك انك ترفضي او تقبلي اي دور صح ولكن هل المنتج بياخذ موقف من الين بيبطل يعرضوا عليك ادوار ثانيه ولا انت بتشوفي لا انه مش عم تتقدم الين بالصوره الصح على صعيد التمثيل عم بحكي هي فينا جاوبك عدة أجوبة على هالسؤال لأنه في ناس بياخدوها شخصية مع الأسف يعني في منتجين عقلهم صغير وفي مدراء كاستنج لا بيكونوا موكلين شركات الإنتاج بيطلعوا هن خبرية إنه أي رفضت متكبرة مدري شو شو مفكرة حالة أو هو حقك الطبيعي اليوم كممثل انه انت ترفض عرض ما ناسبك مش يعني انت عم بتقول العمل مش جيد او الشخصيه مش حلوه يعني يمكن انا اكون لاعبه هالشخصيه من قبل وبدي اطور حالي بدي العب شيء مختلف اي يعني انا اول فتره وقت بلشت مثل كل الادوار تنعرض علي غنائيه لعبت دورين غنائيين بالمسلسلات وبعدين رفضت اجاني اربع ادوار غنائيه من بعد رفضتهم في ناس زعلوا في ناس تفهموا انا كثير بقدر المثقفين يلي بيقولوا لا مزبوط حقها انه هي لعبت هذا الدور ما بدها تكرره بس بيرجعوا بيطرحوا علي دور تاني انه بعمل اخر مش ضروري بنفس العمل بس الناس اللي بتاخذها شخصيه انه اه رفضت تشتغل معنا اوكي حطوا فيتو عليا او اكسوا عليا ما هي موجوده بكل مجتمعات العالم بكل بلدان العالم في كثير ممثلين وبنسمع بالافلام الكبيره الهوليووديه بيقولوا لك هيدا الدور قبل ما ياخدوا ليوناردو دي كابريو ومرق على براد بيت ومرق على توم كروز ومرق على كاستينج ل... لممثلين كبار وفي ناس بترفض انتبه من... في ناس مثلا انا بتذكر في دور كان معروض على براد بيت رفضوا أخدوا ليوناردو دي كابريو ومن بعدها براد بيت حكي فيه وقال انا بمطرح هيك حزت بقلبي انه كيف ما أخدته بس بدع فيه ليوناردو دي كابريو ليك التواضع وليك ال... وما بعتقد شركه الانتاج اكست على براتبت بوقتها لانه رفض الدور هي رجع اشتغل واخذوه بغير اعمال بس نحن عندنا كل شيء بيديروه شخصي اذا بتحكي كلمه بيوصلوها غير ما هي اذا بترفض عرض بياخذوها انه انت عم بتهينهم الهم انا هيدي اللعبه ما بفوت فيها مش هيك في كتير ممثلين مع الاسف عم يخضعوا لهيدا النوع من الضغوطات كرمال ما يخسروا شغلهم كرمال دور ايه لأنه بدهم يعيشوا لأنه ما بدهم شركات الإنتاج تسكر بوابة عليهم، أنا ما عندي خوف من هذا الموضوع، وما كثير بيعني لأنه إنه ينحط تحت الأمر الواقع إذا ما أخذت هذا الدور نحن ما بقى رح نشتغل معك. فليكن مش مش انتي... نصيبي أنت أنت ما عندك خوف، بس بيناتنا أنت بتخوفي. <applause> يعني في منتج بخاف يجيب ان لحود أو المخرج، إنه أنت دارسة إخراج، <applause> شغلة فن وتمثيل بجوز ما تعجبك لقطه كاميرا هلا اللهم اذا عجبك اليوم التصوير <applause> <applause> ما تعجبك لقطه من هون او لا فبصيروا بيتجنبوا او ببعدوا شوي شوي عن هيدا الموضوع أنتي حشوره بال ابدا انا بميدان العمل تدخلي هيك ابدا انا كثير بحترم الموقع اللي انا فيه يعني وقت اكون ممثله انا ممثله انا ما بجي بتطفل على شغل مخرج خلص الا اذا المخرج اجى قال لي تعي انا حتى ما بطلب شوف لقطاتي على المونيتور في كثير ممثلين فينا نرجع انا ما بحياتي وبتحدى اي مخرج يقول إيه لك انه انا بيوم من الايام قلت له بليز بس عد لي اياها بدي اشوف كيف طالعه ولا مره انا على عمياني انا حتى باحد مسلسلات انتقدت كثير على المكياج يلي انا ما اخترت انه ينعمل هيك قلت لهم المنتجه المخرج والميك اب ارتست كانوا هن اصحاب القرار انا اديت الشخصيه مثل ما من انطلب مني قالوا لي بدنا اياها تكون مكياج كثير بدنا اياها تكون سوفيستيكيه كثير انا يمكن لو كنت المخرج ما كنت بتصورها هيك وانا وقت شفت حالي ما حبيت حالي اليوم عم اقول لك اياها بكل صراحه ما احترامي لقراراته ما حبيت حالي بس انا التزمت التزمت لانه انا وقت اعطيت كلمتي انا كنت كممثله عم ادي دوري وكيف هن شافوا فيجن الشخصيه انا مشيت فيها انا لو بدي اتدخل كنت كثير قصص غيرتها تغيرت بشكلك تغيرت كنت, كنت بلبسها كنت شارعت الميك اب ارتست كنت قلت مني موافقه هيدا تصديقا يعني تاكيدا على انه اللي اللي قالوا لك او اللي وصل لك يمكن مش مزبوط انه انا بتدخل بشغل غيري بس وقت تكون انا المخرج صفى غير موضوع لانه بكون عندي رؤيه للعمل بشكل كامل بكون عارفه كل ممثل كيف بده يكون وبتدخل بالتفاصيل او اذا كنت المنتج بدي سلم جدل واذا كنت الكاتب بقعد مع المخرج بحكي معه شو رؤيتي بس بالاخر اذا عم سلمها لمخرج تاني كمان ببطل اتدخل انا بسلمه النص وبكون كاتبه ملاحظاتي فيه وهو بالتصوير هو شانه انه يصور مثل ما هو بيشوف بس وقت اكون ممثله اكيد ما بتدخل هلا هن اذا بيخافوا لان درس اخراج بلا بلا بيعملوا حساب صدقيني انا انا عم اقول لك بيعملوا <applause> حساب الموضوع انه شوي بينقزوا او او لك لانه ثلاث ارباع الممثلين جايين من خلفيه ب... مش دارسين تقريبا على كلامك بدي انتقل للسؤال اللي بعده انه اليوم عم نشوف في غزو ايه اذا آه ل... بدك صبايا منهم خريجات او منهم اكاديميات صح بمجال عملهم صح. بالتمثيل عم نشوفهم صاروا دخيلات صح على الدراما اللبنانيه والدراما العربيه المشتركه بمطرح المطار يمكن منه غلط انا مني بموقع المنظر او الناقد بس كمان بميلة تاني منشوف انه منو مناسب هيدا الشخص بهيدا المكان يمكن صبية حلوة كتير ويمكن هو كمان شاب يمكن يكون توب موديل بس التمثيل بده احساس يوصلنا نحن صح. كمشاهدين اليوم الشاشة سكرت عليا ملكات الجمال وعارضات الازياء واذا نجحت واحدة لازم يعمموا هالمثال على الكل وياخدوا الكل يصير ملكة جمال موجودة بالدراما من خلال رؤية قليل لحود للدراما اللبنانية والدراما العربية المشتركة ماشية على خط صحيح أو بتلك مرة بتجلس مرة تانية؟ في أشياء جيدة وفي أشياء أقل جودة يعني بس مسموح أنه ناخد أشخاص من برا المجال؟ أنا مني ضد وقت بيكون في موهبة شرط أنه ينشغل عليها يعني اليوم جبت فتاة جميلة جاية من خلفية أخرى دارسة غير شي اختصاصها بعيد عن التمثيل او الاخراج او ما هنالك ثاقب انه عندها الموهبه ونجحت ما بكتفي بانه نجحت صارت نجمه بجيب لها كوتش وبحرص على انه يتابعها وتاخذ دروس بالمسرح لو خصوصيه مع محترفين يعلموها التكنيك تكنيك التنفس تكنيك كيف تخترع ماضي وحاضر ومستقبل للشخصيه اللي عم تاديها لتقدر تفهم تفاعلاتها النفسيه والعاطفيه وكل هالامور وما بكتفي بانه نجحت بعمل لانه يمكن ما تنجح بالعمل اللي من بعده لانه هالشخصيه يمكن بتلاقي مكاركتيرها قدرت تلعبها يجيها شخصيه تانية ما تعرف تقريها ما تعرف تتفاعل معها فانا ماني ضد بالمطلق ولكن انا ضد انه هالشيء يصير موضه لانه زبطت مع شخص او اثنين انه لازم تنطبق على الكل لانه مش الكل عم ينجحوا بصراحه نحن اليوم عندنا موجه فتيات جميلات وشباب حتى نكون بس عم نظلم البنات بس مش كلهم بمستوى بعض أبدا. مش كلهم صاروا ممثلين المشاهد شاهد بهذا الموضوع ايه بعدين النجم غير ورقية. صح والنجم غير الممثل لانه انت فيك تكون نجم ما بعرف انا ب... بعرض الازياء فيك تكون نجم ب, ب... يعني ما بدي فوت بالتسميات بس التمثيل شغله ما انا هينه من كم كلك. يوم كنت عم بحكي مع اشخاص عم عم بتذكر المواد اللي كنا ناخذها بالجامعه عم قال لهم يا عمي شو كانوا يشتغلوا لنا على تفاصيل وصرت انقهر قال لهم إن يا عمي هالمهنه ما مكسر عصا هيدي مهنه فيها تعب فيها مجهود عم بتحط شعورك واحساسك و... واعصابك وصحتك فيها، مش كل ما حدا اه اي هيدي عندها مواصفات جماليه يلا جيبوها بناخذها، يمكن تكون صالحه إيه بس يمكن لا، والاحتمالين موجودين قليل مش بس هون المشكله، بتشوفي مرات كانه العمل عم يسوق لإلو على اسم شخص معين طبعا او شخصين طبعا لانه هالشخص صار بيع او بجيب طبعا آه يمكن ربح مادي للشركه، مرات تاني بتشوفي وكانه هالمهنه صارت هيك مين ما كان في يفوت عليها شو بتشتغل تعال نعملك المسلسل ايه مباحه مالك جمال عارض ازياء مالك عليها قبل اوقات ناس بتشتغل بالميك اب والشعر بتلاقيهم فجاه صاروا بفريق العمل صح عم يشتغلوا صح. ادوار يمكن لقدام شيء بخوف العتب على محطات التلفزيونات يلي اليوم صارت بتتدخل انا بعرف وقت تشتري الكن... على اساس اسم طبعا بدي فلان وفلان وفلان تاخذ المسلسل مم. من امتى محطه التلفزيون هي بتقرر من امتى بتشترط على المنتج ومن امتى يعني من امتى صرنا هيك تركيبه صار بزنس هيدا هيدا بطل فن نحن اللي عم نعيشه اليوم من بلاتفورمز وتلفزيونات هو بزنس بس هل هالشي بدوم على المدى البعيد هل هيدا هو الشيء يلي ببشر بمستقبل للدراما وللسينما وللاعمال لا لانه في جيل جديد عم يطلع وهيدا الجيل الجديد لازم تفتحوا له مجالات ليش لكن يسكروا الجامعات بلا هالاختصاص من اساسه وخليها شريعة الغاب <applause> الحلو بيفوت والحلو <applause> ايه لانه مش معقول يعني انت اليوم ما فيك تروح تعمل عمليه جراحيه اذا ما عندك اختصاص انه انت طبيب صح ما فيك تعمر بنيه اذا انت ما عندك شهاده انك مهندس ليه بدك تفوت تمثل وتغني وتعمل اخراج اذا انت منك متخصص فوتوا تخصصوا أنتوا عم بتكونوا حلوين وعندكم مواصفة فوتوا تخصصوا يكون بايديكم في سلاح بيسمح لكم لو في الكم. موهبه التخصص الاكاديمي بيدعم ويسقل اذا طبعا هيدي الموهبه اكثر واصلين على شريعه الغاب بس كونه عم نحكي دراما لبنانيه ولا مره دراما اللبنانيه كان وهجه خفيف مثل ما يسوق لها اليوم على الشاشه بيقول لك انه الدراما اللبنانيه ضعيفه النصوص منها جيده ركيكه الاخراج منه جيد لا من زمان كنا نعرف إنه المسلسل اللبناني كان موجود صحيح المسلسل اللبناني والسوري والمصري كان صحيح. موجود ولكن قلة التسويق ما كانت تخدم هيدا العمل اليوم ألين عم نشوف دراما عربية مشتركة سرقت إذا بدك لبسات من تحت الدراما اللبنانية إنها ترجع ألين لحود على الساحة الفنية بعمل لبناني بحت أديه هو مخاطرة؟ <applause> أكيد بس بتحرز بتحرز لأنه ما تنسى اليوم انه الاعمال المشتركه هي انتاجات لبنانيه، شركات انتاج لبنانيه. فيها عنصر اساسي اللي هو الانتاج، شركاتنا المنتجه فيها تعمل اليوم اعمال بيورلي لبنانيه، ما ناقصها شيء، لانه اللي عنده امكانيات ينتج عربيا، يعني بيقدر ينتج محليا. وانا اليوم مع كل لبناني بهالمجال لازم نكون يعني بسناننا عم نقاتل تا اللبنانيه صح. طبعا طبعا الدراما اللبنانيه تاخذ حقها وزياده لانه اليوم ما بقى في عائق اللهجه هينا بالمسلسلات بنسمع المصري والسوري واللبناني انا ما بصدق هالتو لانه الغنيه اللبنانيه من ايام الصبوحه وفيروز محفوظه برا لبنان طبعا وما حدا يناظر علينا بهالشخص طبعا الاساس. طبعا فاليوم اقل شيء يعني انا حتى مش مفروض ينفتح موضوع انه ايه بد... في مخ... شو مخاطره مين ما بنكون عم نشتغل للانتاجات اللبنانيه وينحط الثقل فيها قد قد الانتاجات العربيه لانه هيدي مقوله انه ايه بس الشاشات ما انت كيف بدك تبلش تعود هالشاشه اليوم اذا المنتج قال للمحطه الفلانيه وانا ما رح بيعك العمل شو بتروح بتعمل عمل مع حدا تاني ما مرة على مرة نحن إذا تشجعنا نبلش مثل ما بيقولوا نحارب كرمال شي من آمن فيه منبلش نعمل تغيير بس ما بدك شخص يتجرأ تكلهم يلحقوه تكون, ت... تكون صريح كمان ألين معك وحتى مع المشاهدين يلي يعني نحن بدنا نقوله اليوم عن شريعة الغاب أنه أنت كذبتي كل اللي بيقولوا لك انه المسلسل اللبناني اذا ما بقلبه ممثل اجنبي يعني مصري سوري او تونسي ما بينباع لبرا اليوم شريات الغابة عم ينعرض على او ان صحيح يعني هيدا مسلسل لبناني بحت اللي كاتب لبناني اللي مثل لبناني المنتج لبناني كله لبناني صحيح. من اوله لاخره وعم ينعرض على شاشات اجنبيين انتوا عم تكذبوا علينا يا منتجين بتقولوا لنا انه لازم يكون في عندكم ممثل من جنسيه ثانيه يعني ممكن ما بدنا انه عنصريين هل هالبرنامج او هالمسلسل عم ينعرض برا وهو انتاج لبناني مزبوط وانا بدي حيي او اس ان عن جد بدي حييهم اخذت العمل مثل ما هو ما هو ولا اشترطت شيء ابدا اخذته عرضته على محطتها وعلى البلاتفورمز الديجيتال بلاتفورمز وفي كثير من المغتربين اللبنانيين قلبهم ما كان سيعهم انه عم يحضروا مسلسل 100% لبناني خلينا نقول انه هو كمان نتاج سبع سنوات صحيح تعبت فيهم قليل صحيح كان في عرقله وتحديات كثير ناس استوحوا منا لعملوا مسلسلات هي على هيدا <applause> على هيدي الشاشه انسرق كثير المسلسل الافكار اتاخذت من تحت لتحت طبعا وانعمل كثير مسلسلات بتفكري وكانه مستوحايه منا يعني طبعا, طبعًا. أنا نحكي الصدق إيه؟, 100 ايه بس اليوم شريعه الغاب هي لبنان بحد ذاته صحيح انت عم تحكي عن وجع بلد وجع مواطن مظلوم هو ضحية أمام الظالم جمعتين للظالم والمظلوم بعمل واحد وقلتي لهم تفرجوا هيدا لبنان الحقيقي هيدا اللي نحن عم نعيشه هلا منك خايفة؟ من سبع سنين لليوم ما تغير شي كرم أبدا ما تغير شي وبعد عشر سنين لقدام ما بدي أكون متشائمة حضار شريعة الغاب رح تقول هيدا نحن من سبع سنين لليوم أنا وعم بحضر صرت أقول شو, شو شو خطر اللي تقلت هالجمل يلي بعدها لليوم منقولها ومنكررها حكينا عن أزمة البنزين حكينا عن الظلم حكينا عن الطبابة حكينا عن الفساد حكينا عن التهريب حكينا عن المافيات حكينا عن المجتمعات المخملية اللي مخبية آه وراها عصابات حكينا عن الناس عم تاخد حقها بإيدها لأن ما في دولة تاخد لها حقها شو تغير؟ شريعة الغاب هو مسلسل ما له عمر ماني خايفة لا أنا عم بنقل واقع عم بنقل واقع كل يوم عم نعيشه الشعب كله عم بيعيشه ويسترجي شخص يجي يقول لا اذا حضر المسلسل الين رح نطلع بريك بس بصوت الين وبغنية هيك من وحي الكلام اللي قلنا حاضرة يلا يا ريتك مني بتسمع بكفي كل اللي صار وهي اللي بتوقع وقفت بوج الافكار هالدني بتساع الكل وحدة الحقيقة بتضل هالدني بتساع الكل وحدة الحقيقة بتضل وإذا بدك منلاقي الحل لولا منفكر سوا حاليا كنت عم تغني انا بتنفس حريه بهيدا البلد اليوم شوي صار التنفس اذا بدك اصطناعي اكثر مستشفيات لبنان فاتت بغيبوبه صحيح هي بالاساس بعنايه مشدده الوضع الاقتصادي منهار جدا عنا ازمه صحيه على ازمه اقتصاديه على ازمه سياسيه لبنان بطل لبنان يلي بنعرفه وبطل لبنان يلي غنيتيه مم. بأغاني كمان سلوى الأطريب حتى بمسرحياتكم مع الرحابنة تغير عليكي لبنان من وقتها لليوم وخصوصي من بعد هالأشياء اللي عم نشهدها آخر سنة أو آخر سنتين بهالسنتين إيه تغير تغير وما توقعت يوصل للأسوأ لأنه نحن دايماً معروف عن اللبناني حبه للحياه وعيش وايه وتمسكه تمسكه يعني نحن من بعد حرب تموز تعمر لبنان بظرف ب... شهر يمكن صح. وقفت الناس صراحة. دغري على إجرية رجعوا استعادوا شغلهم وارزاقهم ومرق بعرف من اهلي يعني سنين الحرب كيف يرجعوا حتى بفتره الحرب يكونوا عم يشتغلوا ويبقى في ازدهار رغم القصف رغم الأزايف اللي عم بيصير من سنتين لليوم بين ازمه كورونا بين الازمه الاقتصاديه بين المشاكل السياسيه م. ما حدا كان بيتوقع انه نوصل لهون ما حدا ابدا والحزن كبير والوجع كبير بس دائما بقول له شو السر هالتعلق بهالبلد هالتمسك فيه آه هل بتحس حالك جزء من من هالارض يلي منك قادر تطلع منها واللي هي عم دائما تعطيك امل انه بكره احلى صحيح شعارات اوقات ما لنا جلد نسمعها لانه بنكون نحن هالقد موجوعين زهقنا كمان زهقنا راح. وتعبنا بس ما فيك بتطلع بهالبلد بتطلع بشو الله عطيك بتحس انه لا ما بدي 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 امن انه بده يصير في تغيير بدي امن انه بدها هالموجه تمرق وهالغيمه السوداء تمرق بس ما في زعل ما في خيبه امل ما في وجع كبير بلا وما كنا متوقعينه لا ما كنا متوقعينه مش هالقد على كل انا ما توقعت نوصل لهون حياتنا كلها تغيرت واللي بيقول عكس هيك اكيد عايش على غير كوكب منو عايش بالبنان أيه. اكيد كنت عم تحكي انه ن... انه المواطن بيضلوا عايش وبيطمع انه في امل بهالبلد بلشنا نشوف وكانه في امل جاي من برا من خلال تسجيل عدد كبير من الناخبين المنتشرين بالخارج هل هيدا الشيء بيطمن نوعا ما بالانتخابات النيابيه المقبله او برايك الوضع حيبقى مثل ما هو لانه نحن شعب تبع نمشي ورا النائب ونتمسك بالحزب متشعبسين هيك بالعقيدة والطائفة تبعيتنا ما بحبك لأنك مسيحية ما بحبك لأنك مسلمة عندي طائفتي هي كل شيء بحياتي أو حيتغير البلد عن جد من خلال شوي هيك بريء أمال هيك فصحة سماوية جايتنا من برا يعني أول خطوة تسجيل هو واجب ولكن مين بحطه بالصندوق هونيك بتعرف لأنه الاسم اللي بينحط بالصندوق طبعا ما في شي مضمون لأنه إذا بدك تجيب رواسبهم عم ترجع تجيبهم هن زيتن. إذا بعد ما طلعت من عقلية إنه اللي وصلنا لهون ما رح يكن إذا أنت ما حطيت له حد يعني ما عملنا شيء بكرة النتائج بس ندي هي اللي بتكون الجواب لا بحكة. أنت ولا أنا قادرين نجاوب بحكة. أنا اليوم بقول لك برافو أحسن من 2018 اللي تسجلوا كلنا عم نطلع نحمس كل المغتربين إنه بليز إذا بدكم تغيير لإلكم ولولادكم ولمستقبل هالبلد انتخبوا وتسجلوا بس هل هن رح يختاروا الاشخاص المناسبين او رح يجي كل فاسد يبرتل كل معتر وكل مسكين بفتره الانتخابات ويسكر له ديوناته تيضحك عليه ويرجع هيدا مثقف بينباع وبينشرى الين حسب الموقف السياسي اذا بدك هيدا غير مثقف مع الاسف بالمره <applause> بس الين للصراحه مين سرق الثوره؟ يعني مين مين باعها؟ إذا بدك كمين. هي الثورة من أساسها ما خلقت؟ إيه؟ بلشت بلشت بنية شعب حابي بيغير ولكن سرعان ما تحولت لأحزاب وأطراف بناسبهم ينزلوا الناس الصادقة على الأرض تيحردوها تهني يقدروا يلعبوا لعبتهم ويلاهوا الشعب تيقدروا يسرقوا أكثر هيدا الشيء اللي نرجع لشريعة الغاب طبعا هي هي لأنه أنت ما فيك تبلش بثورة أنت منك مهيأ لها هيك هتافات أبو جمعة جمعتين وتوقف بنص الطريق وما تعرف كيف بدك تكمل ما عندك فريق واضح اليوم وقت بتحكي أنت مجرد. بثورة فرنسية وبتذكر لليوم فيها المثقفين والمفكرين يلي عملوا هالثورة، يلي كلهم كتاب وشعراء وفلاسفة وناس لهلا بينذ واغتيلوا، اغتيلوا لأنه كان معروف إنه وقت بتقتل أنت الثقافة والفكر أنت بتقتل شعب طبعاً نحن شو شفنا منه هيدا؟ إنه تنزل تعمل يوجا على الرينج؟ ولا إنه تنزل تعمل أكل وشرب بساحات جوني وبيروت؟ هيدي ثورة؟ ولا انه بس بنهتف ضد شخص واحد لانه والله يا عمي اذا شخص واحد عامل كل هالقصه كنا من زمان خلصنا خلص يعني بدنا نقعد اعوج بس بدنا نحكي جالس ووسائل الاعلام تخفى شوي تخفى لا تحريد لا دور سلبي وسائل الاعلام كتير بدون ادنى شك وتحريض من اي حق الصحافه بحرض؟ معلي اليوم انا فتحت لها الريبورتر المذيع الاعلامي المحاور من اي حق بتحرض ومن اي حق من اي حق بتاخذ طرف صحيح. نهار بدك تاخذ طرف شيل الميكرو اطلع من الاستوديو انزل على الارض واعطي رايك كمواطن نهار بدك تحاور كصحافه ما بيحق لك لا تهين ضيفك مين ما كان يكون ولا بيحق لك تاخذ طرف مع حدا واذا بدك تاخذ طرف مع الشعب بدك تاخذ طرف مع كل الشعب لانه الشعب مش كله متوافق على نفس الراي وإلا من الأساس ما تعملها هاي المهنة، وأنت يا ريبورتر يلي بتنزل بتحرض المعتر بدل ما تروق وتهدي البال، عرف شو بدك تسأل لمين؟ مش مين ما كان بينعطى الميكروب الشارع؟ هوا وعم نحكي شو ما مش مين ما كان بينعطى؟ لأنه كمان وسائل الإعلام كانت عم تتبرطل. بلأ بقسم كتير كنت كبير كان عم بيفتلها مصاري. كانت منباعة بكتير مطارح، بس قليل لما البلد هالقد بيوصل على آخر روح والكل بحارب الكل. كمواطن لبناني بيبقى برايك بهيدا البلد او بيفكر بالهجره وبيفل اللي قادر يفل حقه يفل وما فيك تلومه كان لحود انا كان المشروع مطروح بقول يا بكل صراحه وانا مش من هلا من ثلاث سنين لورا كنت عم روح واجي تشوف فرص عمل لإلي باختصاصي خارج لبنان لانه حسيت البلد بطل يشبهني والمجال بطل يشبهني والناس بالمجال بطلت تشبهني لا نفسيتهم ولا تفكيرهم ولا المافيات اللي تكونت داخل شركات الانتاج ووسائل الاعلام وهالكليكات وانا ما كنت جزء من ولا وحده منهم الحمد لله ولا بدي اكون جزء انا فنانه انا حره انا انسانه بعيش من من هالمهنه يلي بحبها يلي هي روحي ونفسي واحساسي انا ماني موظفه عند حدا ولا بدي بيض وجه حدا يرضى عني وقت حسيت انه هيدا المجال كله ما بقى يشبهني وانا ما بدي اشتغل بمجال تاني قلت بنبش على فرص برا وعملت اتصالاتي وصارت ازمه كورونا ورجعت لهون يمكن ربنا مش رايد اني فل انا بسعى بسعى فلتا ارجع مش بسعى فلتا ما ارجع بس عفلت ارجع اقوى تقدم شيء لبلدي من بعد ما اكون حسيت حالي صرت ماكنه لانه انا هون حسي حالي سمكه برات المي مش عم بقدر اتصرف مثل ما انا برتاح مش, مش عم بقدر اتاقلم اذا بدك مع أبداً. الوضع هيدا. ابدا بس نحكي بهالمواضيع لو لوحدك هيك من جوا بتنرفزي بتعصبي شوي مم. صحيح بدنا بدنا هيك نروق كمان مع المشاهدين وننبسط بدنا نسمعهم شيء <applause> شيء هيك حلو مهضوم ايه قلنا آه، زمان بسمعنا اصوات حلوه كلام حلو حتى تعرف اوقات وقت تبصير هيك رندح اغاني قديمه بقول شو كان حلو الفن ما بقى عم نسمع شيء هالايام هلا صار رخيص ايه بس منقول آه، انا لحبيبي وحبيبي الي يا عصفوره بيضه لا بقى تسالي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي حبيبي إلي حبيبي, حبيبي ندهني جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال وأنا على دربه دربه على الجمال يا شمس المحبه حكايتنا غزلي انا لحبيبي وحبيبي الي يا عصفوره بيضه لا بقى تسالي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا انا لحبيبي حبيبي إلي هلا أنا من هالغنية استوحيت كأنه <applause> هيك القلب بلش يدق وقالين مغرومة صح ولا لا؟ لأنه اختيارك لهالغنية مش اختيار سهل بعجقة الأغاني اللي حافظتيهم وخصوصي إذا بعدها العصفورة عم تسأل أنا بقول لك كل المشاهدين بعدهم عم يسألوا في حبيب أو لا انا ما كثير بحكي عن حياتي م. الشخصيه لانه بتعرف نحن بمهنتنا لكن كل شيء بالاضواء بس ضحك وجهي هيك عيونك <applause> لمعوا لما حكينا على الحبيب <applause> يعني في احلى من الحب؟ طبعا <applause> طبعا بجنن يعني هو إن شاء بيعطيك طاقه هو. وبيعطيك قوه وبيعطيك سبب لتتفائل تتفائل بيعطي طاقه ايجابيه <applause> طبعا ان شاء الله انا بتمنى يكون اللي عم تعيشيه هو حب ومحبه دائما لانه الفنان بس يحب بينقلها ايه طبعا لعيد المحبه طبعًا. للمشاهدين طبعا خاصه اذا كان الخيار طبعو. صح يعني انت كمان بتعرف بحياتك بيمرق كثير اختبارات وبتفكر بوقت انك عم تعمل الخيار الصح واوقات بتتعلم من تجارب بتبقى قاسيه بتبقى مره بتبقى خيارات خاطئه بس وقتها توصل لمرحله بتحس فيها انه انت مرتاح لانه كمان الحب مش بس انه غزل وحكي ما هو الحب كمان راحه بال ونفسيه مرتاحه وفرح داخلي وسلام داخلي أبعمل. هيدا الشيء وقت يكون موجود شو بده الانسان اكثر الين آه غنيتي لفيروز وفيروز آه بنت ريما آه مثل كانه هيك محصنه على أغانيها لفيروز ممنوع آه. آه حدا يغنيها ابدا وممنوع اي حدا يقولها حتى على المسرح بتشبهك آه. شوي بهيدي الشغله كمان الين وريثه شرعيه لارس سلوى الاطريب وهي مش من مبدا انه ما بدي حدا يغني ولكن من مبدا انه حدا يحافظ على مستوى الغناء يلي عم يتقدم اليوم وكانك منع اي حدا ياخذ من ارشيف سلوى ويرجع يجدد لا الأغاني. لا انا ما يعني انا ما عندي الحقية انه امنع او اسمح لانه يعني الله يطول بعمر استاذ روميو هو صاحب صحيح. الحقوق مسؤول هلا الفرق انه ريما لانه امها وريثه طبعا يعني هن كمان اصحاب الحقوق ففي هذا الفرق بس انا مثل ما بيقولوا بطلب من عمي يعني وهو ما بيرفض لي هالطلب لانه بيعرف من اي باب انا بقول له انه مش مين ما كان بيقدر يغني اغاني سلوى القطريب في كثير فنانين جددوا لها اغانيها وكرموها بصوتهم وهيدا الشيء موجود بالعالم كله يعني بفرنسا بيجددوا لازنافور وبيجددوا لجاك بريل وبامريكا بيجددوا للكبار بس انا بقصد انه مش دكانه ومفتوحه مين ما طلع عباله ايه يلا ايه يلا خذ الغنيه اللي بدك اياها هيدا الشيء اللي انا قلت له بوقتها لاستاذ روميو لانه استاذ روميو قلبه كبير وما عنده عقليه انه لا وهو الفن بالنتيجة مفتوح للكل بس مش إنه صار عطا كذا أغنية طبعا وقدمها بس بزبت. في ناس مش أهل إنه يغنوا أغاني سلوى القطريب أو غيرها بدنا نكون أو بيزايدوا ما هو الفنان الأس... الاصلي لو بده يعمل هالعربه كان عملها شو ناقصته يعني او انه بالغنيه مية زيادة. بالمية او هالتوزيع اللي بيبقى بيروح لك روح الغنيه الاساسيه انا ماني ضد التجديد بس ما فيك تشيل لازمه مثل ما هي من غنيه وت... وتعمل لها توزيع تصف الغنيه غنيه ثانيه بس نتذكرها لانه والله كلماتها بعدهم زيتهم هيدي الاشياء اللي انا ما بحب انها تصير ومثل ما بيقولوا بطلب بي في كثير من المحبه لانه استاذ روميو عنده اعمال لسلمى ولا غير تمني وتمني اكثر مش طبق. تمني تمني اكزاكت. بس انت مع ريما الرحباني بهيدا الموقف ليك انا ما بحب اعطي رايي بهالموضوع لانه في ورثه يعني يعني في عائله استاذ منصور م. وفي اكيد عائله استاذ عاصي يعني هن بين بعضهم بيعرفوا اكثر مصلحتهم انا بفضل ما اعطي رايي علاقتك مع الرحابنه مميزه طبعا جدا طبعا وكمان هلا الاعمال اللي عم تنشغل شريك اساسي بنجاحها العيلة الرحبانيه صح التعبير طبعا في شيء عمل مسرحي حنشوفه قريبا نحن اشتغلنا على ارض الغجر كانت تجربه بتاخذ العقل مع استاذ غدي ورجعت اشتغلت شريعة الغاب مع منصور ومالك الرحباني وكان في عمل كمان غنائي مع استاذ مروان الرحباني للجيش اللبناني واعمال عديدة مع استاذ غدي غنائية انا دايما موجودة والعمل مع استاذ غدي هو شرف وفرح لإلي لانه انا كتير حبيت الشغل ولنا متعة صراحه وفعلا اليوم اذا بدك تحكي يعني مين ارباب المسرح الغنائي ب... رحب. بلبنان؟ يبني وروميو لحود هول الوحيدين يلي اليوم قادرين يقدموا عمل مسرحي متكامل غنائي استعراضي يكون بيليق بالمسرح اللبناني فانا بكون اكيد اذا اذا انطرح علي اي عمل مجددا انا جاهزه له دائما عم نحكي عن سلوى آلين ب 4 2009 مع الاسف فارقت الحياه سلوى صحيح وتركت هيك شرخ كبير بالعائلة وبنفس الوقت تركت فراغ بالساحة الفنية الحق يقال ومش صح. لأنه أنت ضيفتنا الكل بيعرف إن أنا كنت عم أقول للماما مبارح تخيلي أنه معي قليل لحظة وحاسس أنه خايف من الانترفيو لأنه في بارت بدي أحكي فيه عن أمه وأنا بعرف اللي بيفقد شخص عزيز قد بيكون صعب أنه يحكي عليه قالت لي سكوت انت معك قليل لحوض بكفي يا الله هيدي بنت على سلة شكرا, شكرا. نخلي يعني لك اياها شكرا ناس بعدها بتعرف هيدا الارث الفني ومحافظة عليه وفاهمين كثير منيح لهيدا الموضوع كنا عم نحكي قد ايه صعب تتحملي المسؤولية ولكن بعد رحيلة يمكن اليوم 12 سنة قطع عن 12 عن, صح. نعش. عن نعش. رحيل 12 سنة ونص عن كنا عم نقول انه كان عيد ميلادها وكتبتي لي هيك اشياء جدا مميزة انا شخصيا اثرت فيه كنت عم تقولي 12 سنه منذ ان غادرت الى مكان افضل امي ماذا اقول لك الا انني لا استطيع التوقف عن تخيل ما كنت ستقولينه في هذه الاوقات الصعبه لو كنت بيننا الان ما نمر به اسوا من الحرب ونعرف حساسيتك واتصور كم كان مؤلما لك ان تشاهد لبنان ينزف من كل مكان فلت أه سلوى الاطريب وكانه هيك ملاك غادرنا عن هيدي الارض بس تركتلك حكايه امل وقالت لك يا الين انت احملي هالرايه وكملي من وراي كثير صعب ما انه شيء سهل آه هيدي المسؤوليه ورساء الام ما انه شيء سهل ايمانك بهيدي الفتره كيف كان <تصفيق> <تصفيق> لك انا ولا مره فقدت ايماني ولكن عملت ثوره عملت ثوره انا على الواقع آه غضبت انا امي ما بتموت ايه انه مش ليش امي يعني وانا معروف عنك كانت نقطه ضعف امي يعني انا اللي بيعرفوني بيقولوا لي شو جبيره وشو بتحملي فعلا انا بشكر ربي على القوه اللي عطيني اياها بس كنت دائما اقول له اللي بدك اياه بس مش امي اي شيء بدك اياه انا شو ما بدك بس مش امي آه كتير كثير صعب صعب لانه صدمه يعني انت اول شيء عم تتلقى صدمه انسان منه مريض انسان مبوشي بو امبارح كان معك اليوم بطل معك وبدك تستوعب وبدك تتفاعل مع الموضوع بدك توقف على اجريك وبدك تهدي اللي حواليك بما فيهم بي لانه بي نهار طبعا رفيقه دربه وعمره يعني مثل 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 هيك شيء حلم وانسحب منك ثرت وغضبت وشارعت ربنا وسالته ليه وما تقبلت بس كنت واعيه يعني قلت بدي كفي لانه اخر جمله بتقولي سلوى وما عاد تحكيت انت قويه طول عمرك قويه وهيك بدك تضلي وهيدي الجمله لليوم براسي من 12 سنه ونص لليوم لانه كنت عم ببكي نهارتها قبل ما ننقلها على المستشفى كانت هيك مغمضه عيونها مثل عم ترتاح برمت صوبي بلا ما تفتح عيونها وقالت لي ليه عم تبكي انت قويه طول عمرك قويه وهيك بدك تضلي هيدا الجملة كانت هي المفتاح يلي خلاني أوقف وكمل وأستمر وضلني لليوم وقت بحكي عن سلوى بحكي بفرح رغم الغصة ورغم الإشتياق بس أنا بشر وأنا إنسان وبيضعف الإنسان وبيلوم ربه وقت ما بيلاقي شيء يقوله لأنه قدام الموت أنت بتعجز عن أنك يمكن كل شيء له حلول بس الموت هو الشيء الوحيد اللي ما له حل غير أنك تكون مؤمن أنه بيوم من الأيام رح ترجع تلتقى باللي بتحبهم فما فقدت ايماني ولكن عملت هيك اخذت موقف وصرت حلل الاشياء على ذوقي ومرقت بمرحله بعدت فيها عن ممارسه الايمان والطقوس و... وتعطيه مع هالموضوع بالقناعة اللي كانت موجوده عندي الى إيه انه رجعت لوحدها ترممت الاشياء لانه ربنا على طول موجود في عندك ايمان داخلي طبعا ما بيسمح لك ولانه منك اكرم من ربك صحيح. لو شو ما عملت بضل هو اكرم والحلو انه الانسان بيتركك ربك ما بيتركك لو قد ما انت بعدت عنه هذا الشيء اللي ردني قالين انا السنه الماضيه كمان خسرت والدي الله يرحمه الله يرحمه ويرحم كل امواتنا امين بنفس اليوم اللي خسرت فيه والدي كبرت 20 سنه يعني حسيت حالي ختيار 100% حسيت وكانه في هيدا السند بطل موجود عندي بالحياه وانا مصر انه لازم كمل وأنا انا بعدني شاب صغير لما خسرتي امك قد كبرتي بالعمر؟ انت قلتها منو منو شيء سهل انه واحد يخسر بيه او امه، الله يخلي الجميع قلتها بلحظتها، قلت, قلت لهم إن انا هلا كبرت 20 سنة أنا هلا وراح شقفة مني، أنا شقفة مني راحت وكبرت 20 سنة صرت هيدي الإنسانة اللي مارق عليها كتير وبدها تحمل كتير وبدها تحمل حواليها الكل وبدها تحمل الأشياء اللي ما بحياتها كانت تفكر فيها، خلص صارت هي مواجهه لهالاشياء، وما بقى عندها خيار غير انه تحمل هالتقل وتمشي فيه. ف... إيه تكبر بتكبر و... وبيتقل الحمل على كتافك، بس بدك تحمله، ما فيك تحط على جنب وتقول حدا بيحمله عني، انت بدك تحمله، لأنه ما حدا رح يحمله عنك. اللي عم بحكيه قاسي كثير، بس اللي مارق فيها بيعرف وبيفهم عن شو عم بحكي، وبلحظتها بتحس السما كلها نازلة عليك. بس بترجع بتوقف بقدرة قادر بتوقف وبتكفي لأنه هيك الحياة بدك تكفي والحياة هي انصنعت من أوجاع ومن أتقال ومن مطبات تنحنا نقطع فوقه ونكفي بس بنتعلم منها ما بتروح نتعلم من جروحاتنا بنتعلم من, من من وجعنا بنتعلم من سقطاتنا بس بدنا نكفي ما فيك تنوجع وتقعد تنتهي وما كان فينا انتهي مش بس كرمالي كرمال بيي كرمال شغلي كرمال اللي مأمنين فيي كرمال امي يلي وصتني 100% اهم شيء هي كانت وصيتها طول عمرك قويه وهيك بدك مديك... وصيتك تضلي قويه طبعا اليوم الين صار في عندك ملاك حارس بالسما بيحميكي بيدعي لك بيوقف معك على كتافك موجود بيتدخل بكل شيء معك دائما بكل زوايا البيت اذا بدك حتى عطرة بيكون موجود بانفاسك لانه اللي عم اقول عم حس وكنت إن عم عيش وقت خسرت شخص صح. عزيز علي هالقد بدنا نقولها شي لسلوى بدنا هيك نسمعها شي اليوم غنية أو حكي؟ اللي بدك، كلمة نختم فيها بغنية، اللي بدك بدي إلا حضورك كان طاغي أنت وعلى الأرض، بس ما كنت عارفة أنه حضورك هالقد رح يطغي من بعد ما رحت جسدياً، وأنا لمست هالشي بمحبة الناس، بانتشار أغانيك، بلهفة الناس عليك بعد رحيلك وبحضورك بحياتي انا قد كان الرابط قوي هي وموجوده قد الرابط قوي قوي اكثر بعد رحيلها الجسدي سلوى بتتدخل بالشارده وبالوارده انا ما عم بالغ بولا كلمه عم قولها سلوى اذا بدها تعرقي المشروع بيتعرقل المشروع وسلوى اذا بدها تفتح الباب البواب كلها بتنفتح ومثل ما كانت تقول لا وقت شغله ما ترضيها وتتفركش عم تتفركش الاشياء اللي هي ما بدها وياما بتجيني علامات باشخاص باحداث بحلم بكلمه بعرف انه هي تدخلت فيها ما رح اقول اكثر من هيك، هالقد هي موجوده وهالقد انا حاسه بوجودها نفسها بالسماء ولروحها الف جميل. سلام وبدنا هيك سلام كمان لسلوى بصوتك، نختم فيها الحلقه يمكن شي يوم بهالدنيا يمكن سنه و100 سنه يمكن شهر يمكن دهر يمكن شي حلو وشي حلو راح يلتقوا ويتغلغلوا فصل الربيع بأولو يمكن شي شمس وشي قمر يمكن شي حلم وشي سفر راح يلتقوا بليلة قدر يمكن على دروب الهنا مثل البحر مثل السماء رح نلتقي انت وانا يا سلام سامعة العصافير هي اجت تشهد على هيدا الكلام الين ما في شك انه عندك هويه خاصه فيكي ثابته بمواقفك كمان وهيك بنت عز بنت بيت بنت فكرة. اصول بدياني على الغالي ما في حدا بيشبهك ولا مثلك حدا انا على الصعيد الشخصي جدا استمتعت بهيدا اللقاء بدي لك انه نحن بنحب الفنانات يلي بتبقى كمان هويتهم واضحه ما بيتلونوا ما بيتغيروا مع مر الزمن اذا مش اليوم اكيد بكره بيكون افضل الك ان شاء الله مرسي كتير مرسي استمتعت بهاللقاء